مرحبا، كيفكم طلاب الصف السادس؟ اليوم عنا الوحدة الخامسة شريط قائم التخطيط الصفحة بيج لاي اوت. بيج لاي اوت، احنا اخذنا اول قائمة هي قائمة هوم، كان فيها مجموعة كليب بورد، مجموعة فونت، مجموعة الاينمنت، نمبر، ستايل، سيل واديتنج. ثاني قائمة اخذناها كانت انسيرت، كان فيها مجموعات تيبلز، الستريشن، تشارت، لينكس، تكست. ثالث وحده كانت بيج لي اوت واللي هي بتحكي عنها وحدتنا وكتابنا، صفحه 97 لهاي الوحده بتحكي لك شريط قائم تخطيط الصفحه بيج لي اوت. اذا اول شيء، اول خطوه، بيج لي اوت شو معناها بالعربي؟ قائمه تخطيط الصفحه، قائمه تخطيط الصفحه. هوم معناها القائمه الرئيسيه، انسيرت قائمة إدراج، بيج لي أوت معناها قائمة تخطيط الصفحة. قائمة تخطيط الصفحة بتحتوي على مجموعات، صفحة 97 بتحكي لك مقدمة. تحتوي قائمة أدوات تخطيط الصفحة بيج لي أوت على المجموعات التالية. أول مجموعة من بينهم اللي هي تيمز، سمات. كيف أنا تيمز؟ بحكي لك هون بتقدر تغير نوع الخط، الألوان، طريقة محددة إنك تغير فيها شكل الصفحة اللي بدك إياها. إذن أول وحدة، أول مجموعة في بيج لي أوت هي themes. ثاني مجموعة حسب صفحة 97 بحكي لك بيج سيت أب، إعدادات الصفحة. وهاي أكتر مجموعة رح نشتغل عليها الفصل هذا. هذه أكتر مجموعة رح نشتغل عليها الفصل هذا أو الوحدة هاي. scale to fit، سكيل تو فيت بحكي لك التاب تغيير الحجم بغرض الملائمة، زي ما انتم شايفين انه بده يكبر او يصغر الورقة عشان تلائم الكتابة او النص الموجود عندي او الجدول او تلائم الشيت وخصائصها اللي انا بدي اعملها. اللي بعديها مجموعة خيارات الصفحة بيج شيت اوبشن، شيت اوبشن خيارات الورقة. لو لاحظت بدي انا الورقة من هون لهناك، نكتب شيت رايت تو ليفت. لو انا رجعت كبست عليها بتصير ليفت تو رايت، برجع بكبس عليها بتصير رايت تو ليفت. في عندها اكثر من اداب. اخر وحده اللي هي الرينج، ترتيب، بدي هاي الصفحه قبل هاي الصفحه او مثلا الاشكال او بدي اعمل روتيت لاشي، فهمنا؟ اذا الرينج ترتيب. اذا نعيد المجموعات، ثيمز سمات، بيج سيت اب اعدادات الصفحه، سكيل تو فيت اللي هي تغيير الحجم بغرض الملائمة، شيت اوبشن اللي هي خيارات الورقة، الرينج ترتيب. افتح لي صفحة 98 بحكي لك رح ناخذ أول مجموعة عندي اللي هي بيج سيت اب. بيج سيت اب هي مجموعة من الأدوات، مارجنز، أورينتيشن، سايز، برنت أريا، بريك، بيج باك جراوند، برنت. بدنا نرجع من صفحة 98 نحكيهم واحدة واحدة. إذا أول مجموعة رح ناخدها مجموعة إعدادات الصفحة بيج سيت اب. إذا ما معنى بيج سيت اب؟ مجموعة إعدادات الصفحة، إعدادات الصفحة. بحكي لك أول وحدة مارجنز اللي هي أمر هوامش. ثاني وحدة أورينتيشن اللي هي أمر الاتجاه، بدي الورقة بالطول أو بالعرض. سايز اللي هي الحجم، بدي إياه A4، بدي إياه A3، بدي اياه زي ما بدكم. هون هي في عندي خيارات بتختار منها اللي بدك اياه. برنت اريا، مثلا انا عندي اريا محدده بحددها بدي انا اطبعها. بريكس يعني يعمل لي زي نقط او يبين لي حدود كل صفحه. بيج باك جراوند انه يطلع لي صوره لخلفيه الشيت تبعتي. اخر اشي بدي عندي برنت تايتل اللي هي امر طباعه العنوان. نعيد، مارجن هوامش، اورينتيشن اتجاه، سايز حجم، برنت اريا امر ناحيه الطباعه. في عندي بيج باك جراوند اللي هي امر الخلفيه، وامر طباعه العنوان اللي هي برنت تايتل. صفحه 99 بتحكي لك امر هوامش، اللي هي مارجنز. بحكي لك يمكننا هذا الامر من تحديد هوامش الصفحه عند الضغط على امر هوامش. أول ما بفتح على أمر هوامش ببين لي خيارات. عند الضغط على أمر هوامش تندرج قائمة من الخيارات. في عندي قائمة 2-3، هي قائمة فرعية نختار منها ما يتناسب معنا. أنا بدي
الفراغ اللي بين منطقة الجدول وحدود الصفحة قليل، بحط ضيق نرو. بدي بين الجدول وحدود الصفحة كتير، بحط وايد. بدي اياه بالوضع الطبيعي، بحط نورمال. اذا عند الضغط على امر هوامش تندرج قائمة من الخيارات الفرعية، نختار منها ما يتناسب معنا عند اختيار ابعاد الهوامش التي نريد تظهر. ابعاد الهوامش عند اختيار ابعاد الهوامش التي نريد تظهر خطوط سوداء. انا بدي اختار ضيق، فورا ظهرت لي خطوط سوداء في صفحتي. بدي اجي اصغر لكم الصفحة، شايفين بين لي خطوط سوداء، تبين لي حدود كل صفحة. بدي اجي اكتب هون 1 واجي اكتب هون 100 عشان ابين لكم. اروح على برنت بريفيو او هون، نيجي على برنت بريفيو واشوف هي 1 وهي 100. طيب قديش المسافة بين حدود الصفحة والمية؟ قليل. قديش المسافة بين الواحد وحدود الصفحة؟ قليل. بدي اروح اختار هوامش وايد. شفت المية اصلا طلعت من الصفحة، طلعت من الصفحة لانه خلينا الحدود هيها 100، خلينا الحدود عريضة. نيجي هون، نيجي نحكي له برنت بريفيو. شايفين قديش المسافة بين المية وحدود الصفحة؟ هيك معناها عريض، هيك معناها عريض، والقبل كان ضيق. وفي عنا خيار ثالث اللي هو نورمال بالوضع الطبيعي، لا بعيد ولا كتير. نيجي على برنت بريفيو. طبعا برنت بريفيو بتورجيني كيف شكل صفحتي قبل ما اطبعها. هيها هون عادية، عادية المية انا شكلي حاططها مش اخر خلية بجنب الحدود، هيها شايفين مش اخر خلية لازم هون. المهم فهمنا مارجنز. اذا اخذنا اليوم ثلاث مفاهيم، اخذنا بيج لي اوت اللي هي اسم القائمة تخطيط الصفحة، بيج سيت اب اللي هو اسم المجموعة اللي هي اعدادات الصفحة، ومارجنز اللي هي هوامش. هاي الصفحة 99 لهون بكفي صفحتنا حصتنا، راح نكمل الحصص الجاي ان شاء الله. يعطيكم الف عافية.